السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة هشرح محاضرة مهمة جدا جدا، ألا وهي محاضرة Infection Prevention and Control. المحاضرة دي من أهم المحاضرات، لو فهمتها هتساعدك جدا جدا، إن شاء الله هتخرج من الفيديو مش هتحتاج تذاكر يعني المحاضرة تاني. هنفهمها كده واحدة واحدة مع بعض، لأنها محاضرة مهمة جدا جدا. طيب يعني إيه Infection Prevention and Control؟ تعالوا كده نفهم التعريف. Infection اللي هي عدوى، بريفنشن اللي هي الوقايه، كنترول اللي هو التحكم في العدوى. طيب تعالوا بقى ناخد كل كلمه ونفهم معناها. انفكشن، انفكشن اللي هي عدوى. يعني ايه عدوى؟ بيقول لك از انفيجن اوف ذا بودي، بيحصل غزو للجسم باي مايكرو اورجانيزم، عن طريق مايكرو اورجانيزم، اما بكتيريا اما فيروس اما فنجاي، بيدخل الجسم يحصل له مالتيبليكيشن وتبدا تظهر ايه الاعراض على الانسان، زي مثلا فيفر يظهر عنده، مثلا حمى، درجه حرارته ترتفع. ليه؟ نتيجه ان الجسم بدأ الجهاز المناعي يشتغل ضد الميكروب او الفيروس اللي دخل ده، فبتبدأ درجة حرارة الجسم ايه تعلى. طيب دي اسمها انفكشن، انفكشن بريفنشن اند كنترول. بريفنشن اللي هي الوقاية، نو بادي يعني مفيش اي شخص او ويل ارجيو اي شخص مثلا يقدر يجادل عن ان الوقاية خير من العلاج، محد يقدر يجادل في حتة دي، لا الوقاية خير من العلاج. طيب انت بتقول ايه؟ انفكشن بريفنشن اند كنترول، كنترول ان احنا نتحكم في المرض. يعني ايه بقى انفكشن كنترول؟ كلمه انفكشن كنترول هي از بريفنتنج، هي ايه طريقه كده او وقايه من خلالها بنبدا نمنع انتقال المرض، نبدا نمنع انتشار المرض اللي هو سبريد اوف انفكشن. فهمت؟ انفكشن بريفنشن اند كنترول. الحته دي اصلا بيقولوا عليها كده في المستشفيات وكده، ايه فريق اللي هو بتاع مكافحه العدوى، لما حاجه اسمها كده مكافحه العدوى، دورهم يعني ان هم يمنعوا العدوى في المستشفيات. فانت النهارده بقى هتفهم يعني ايه اصلا انفكشن بريفنشن اند كنترول، يعني ايه مكافحه العدوى دي، هتفهم فيها كل حاجه، ازاي العدوى بتتنقل، ازاي بتنتقل، ازاي احنا نقدر نمنعها. طيب والكلام ده كله هتفهمه ان شاء الله. يبقى احنا اول حاجه فهمنا التعريف، يعني ايه انفكشن، يعني ايه انفكشن كنترول. تمام جدا جدا. طيب العدوى دي بيبقى ليها ايه حاجه اسمها يعني انفكشن سايكل، او سلسله العدوى دي بتتكون من ايه؟ ركزوا كده معايا، بتتكون من اول حاجه، عشان بس كده نمشي كده بالترتيب، بتتكون من اول حاجه اسمها الايجنت، الايجنت اللي هو المسبب للمرض. ايه الايجنت اللي هو ايه المسبب للمرض؟ انا عندي ايجنت، عندي حاجه هتسبب المرض. طيب الحاجه دي معايا اهي، ليها في حاجه اسمها الريسيرفوار، الريسيرفوار اللي هو الحامل للمرض ده. مثلا ممكن مثلا انا اكون حامل للمرض، مثلا الووتر الميه تكون حامل للمرض، انيمال يكون حامل للمرض. طيب عرفنا ان العدوى فيها حامل للمرض، العدوى دي بتخرج من الحامل ده عن طريق حاجه اسمها ايه، عندك حاجه اسمها بورتال اوف اكزيت، طريقه الخروج. وعايز اقول لك حاجه، طريقه خروج المرض هي نفس طريقه دخول المرض، معروفه يعني المرض عن طريقه الخروج هو عن طريق الدخول. يعني مثلا مرض مثلا بيطلع عن طريق، يعني جالي مرض عن طريق ايه، جالي مثلا ريسبيراتوري انفكشن، فهو اصلا العدوى عند ريسبيراتوري انفكشن، عندي مثلا عدوى في الجهاز ايه التنفسي، فهتخرج عن طريق الجهاز التنفسي. فاهمين؟ فاهمين إيه؟ طريقه الدخول هي طريقه الخروج. تمام، يعني العدوى جت لي عن طريق الجهاز التنفسي وبتخرج مني عن طريق الجهاز التنفسي. يبقى اول حاجه احنا عرفنا الانفكشن سايكل بتتكون من كام؟ هو قال لك بتتكون من 1 2 3 4 5 6، بتتكون من كام؟ بتتكون من 6 كومبوننت. ممكن بقى يلعب لك في 6 دي ويحط لك مثلا في الامتحان 4، يحط لك في الامتحان 2، هي بتتكون من كام؟ من 6 كومبوننت. اول حاجه اللي هو الايجنت، عرفت الايجنت اللي هو المسبب للمرض. تاني حاجه اللي هو ايه يا شباب، ركزوا معايا، اللي هو الحامل للمرض، اما انا مثلا الانسان او حيوان او الماء. طيب ده انا الريسيرفوار بتاعت رقم 3 ايه، طريقه الخروج، العجوه ده هتخرج مني ازاي. خلاص قلت لك طريقه الخروج هي طريقه ايه الدخول، طريقه الخروج هي مثلا خرجت مني، مش لازم ان يبقى فيه مود اوف ترانسميشن، مش لازم ان يبقى فيه طريقة انتقال، مش لازم ان يبقى فيه حاجة تنقلها للشخص التاني. ايوه دي اسمها المود اوف ترانسميشن. طيب المود اوف ترانسميشن دوت هيبقوا 5، اما مثلا عن طريق الكونتاكت. طب الكونتاكت ده يقول لك نوعين، اما دايركت كونتاكت او اندايركت كونتاكت، لسه هكلمك عن الحتة دي. يقول لك مثلا عن طريق ايه، يقول لك مثلا عن طريق الدروبلت، عن طريق مثلا الرذاذ، يقول لك مثلا عن طريق الايربورن. يعني ايه ايربورن؟ تكون العدوى دي معلقة في الهواء، زي مثلا عدوى التبركلوزز. يقول لك مثلا كومون فيكل ترانسميشن، يعني ايه كومون فيكل ترانسميشن؟ اللي هي مثلا فيكل اللي هي جايه من كلمه زي مركبه او حاجه كده هتنقل العدوى. يقول لك مثلا زي الاكل،
يقول لك مثلا زي الووتر، يقول لك مثلا زي حاجه تنقل العدوى. عموما ان كلمه فيكل ترانسميشن دي ما بتبقاش فيها مثلا ايه، بتبقى زي وسيله كده ان هي تنقل العدوى. في بقى حاجه اسمها فيكتور ترانسميشن، فيكتور من اسمها، فيكتور هو عن طريق ايه، الحشرات الانسكتس. خلاص يبقى احنا عرفنا اللي هي ايه مود اوف ترانسميشن، وانا قلتهم لك ايه خمسه. خلاص يبقى عرفنا الايجنت، عرفنا الريسرفوار رقم اثنين، ثلاثه اللي هو بورتر اوف اكزيت، اربعه اللي هو كان ايه اللي هينقل العدوى. طيب ده احنا كان معانا اربعه. طب رقم خمسه ركزوا كده معايا، بورتر اوف انتري، مش احنا لسه قايلين فوق البورتر اوف اكزيت بورتر اوف انتري، واحنا اتفقنا ان طريقه الخروج هي طريقه الدخول. خلاص اخر حاجه اللي هو السسبتابل هوست، اللي هو مين، اللي هو ركزوا كده معايا المضيف، او طب ايه يعني ليه جت كلمه مضيف، او ليه قالوا كلمه سسبتابل هوست؟ كلمه سسبتابل هوست دي لها دلاله. كلمه سسبتابل، كلمه سسبتابل دي ان الشخص ده عرضه. امتى عرضه؟ اللي هو مثلا عنده مشاكل في الجهاز المناعي، فاهمين، عنده مثلا في مشاكل في الجهاز المناعي، ما بياخدش تحصينات، ما بياخدش مناعه، ما عندوش مناعه وكده، فهو عرضه ان العدوى تجيله. ففهمنا يا شباب هم سته كومبوننت. اول حاجه الايجنت، بعد كده عرفنا الايجنت اللي هو المسبب للمرض، بعد كده رقم اتنين اللي هو الحامل للمرض، اما ماء مثلا، الماء الانسان حامل للمرض. طيب رقم ثلاثة اللي هو ايه، رقم ثلاثة اللي هو طريقة الخروج. طيب واتفقنا طريقة الخروج هي طريقة الدخول. طيب هو خرج، مش لازم لما يخرج عشان يوصل يوصل لشخص تاني، مش لازم في حاجة تنقله. اتكلمنا ان هم ايه، يتنقلوا عن طريق خمس حاجات لسه قايلهم الوقت. طيب اتنقلت، مش لازم تدخل عن طريق البورتال اوف انتري، واتفقنا انتري نفس ايه الاكزيت. طيب دخلت للشخص دي، طب دي دخلت ليه؟ لان الشخص ده الهوست ده سسبتابل، عرضه ان تتنقل له العدوى، لان هو الجهاز المناعي بتاعه مش فعال او ما بياخدش تحصيناته كده، فعرضه ان العدوى تجيله. بس انا بتكلم كده والموضوع اتوضح خالص. دي اسمها الايه؟ اللي هي انفكشن سايكل، اللي هي سلسله العدوى. بتتكون من كام؟ بتتكون من سته كومبوننت. طيب انا عايز اقول بقى حاجه مهمه في الايجنت ده. الايجنت، مش انا قلت لك ان الايجنت ده اللي هو المسبب ليه المرض؟ اه، بقول لك ان الايجنت ده السترينث بتاعته، قوته وعدد مثلا المايكرو اورجانيزم، عدد المايكرو اورجانيزم ده، وفعاليه الجهاز المناعي بتاعي، ومده العدوى اللي هتدخل الجسم دي، بتتحدد ايه؟ بتتحدد ability to produce disease. يعني ايه الكلام ده؟ ركزوا معايا، الحته دي مهمه بتيجي في الامتحان. الايجنت اللي انا بتكلم عليه ده اللي هو يا شباب المسبب للمرض، مثلا بكتيريا، فيروس، اي حاجه. طيب ديت هتسبب فيها العدوى ازاي؟ بتعتمد على ايه؟ اول حاجه لو انا جهاز المناعي قوي كويس هيقدر يقاومها، هيقدر يحاربها. طيب كمان هي قدرتها، يعني مثلا عددها قد ايه، هتقعد في جسم قد ايه، كل ده هيأثر عليا. فمثلا يقول لك ان السترينث بتاعها قوتها، مثلا هي عدوى قويه مثلا هتقعد فتره كبيره، هتأثر عليا. طيب هتأثر عليا ليه؟ انا لو جهاز المناعي شغال وكويس هيحاربها. طيب لو مش شغال وكويس هي هتخترق جسمي وهتسبب فيه عدوى. فبتعتمد على ايه؟ بتعتمد على عددها، قوتها، انا شخصيا جهاز المناعي عامل ايه؟ فاهمين؟ دي اللي هي خاصه بالايجنت، لان الحته دي بتبقى مهمه وانت اكيد فهمتها. اتكلمنا عن الريسرفوار، اتكلمنا عن البورتر اوف اكزيت. في المود اوف ترانسميشن انا قلت لك اللي هم خمسه ولسه قايلهم لك الوقت، قلت لك ممكن تبقى عن طريق الكونتاكت. يعني بقى اول حاجه بقى ناخد اول حاجه نوضح فيها كل حاجه، كونتاكت اللي هو كونتاكت ترانسميشن، ان انا اكون كونتاكت مع، يعني مثلا ممكن اكون دايركت مع شخص او اندايركت. طب ازاي دايركت؟ عن طريق دايركت كونتاكت، زي مثلا العدوى اللي هي الاستافيلوكوكس. طيب دي اسمها دايركت كونتاكت. طيب اندايركت كونتاكت اللي هي مثلا عن طريق حاجه يعني مش دايركت، لا اندايركت، زي مثلا انا لمست مثلا حاجه والحاجه دي كانت حامله مثلا للعدوى. مثلا يقول لك مثلا سيرجيكال اند ميديكال انسترومنت، مثلا اداه جراحيه ولا حاجه لمستها او كان عليها العدوى وانا مثلا اتعورت بيها، فكان ده ايه؟ ده اندايركت، مش دايركت، لا ده اندايركت كونتاكت. الدايركت ده اللي هو بيكون مباشر، اما الاندايركت يبقى في حاجه تانية. يعني ايه؟ مثلا لمست حاجه ملوثه وكده، خلاص؟ زي مثلا اداه جراحيه ملوثه اتعورت بيها او كده. طيب دي اول حاجه اللي احنا خلصناها اللي هي الكونتاكت ترانسميشن. تاني حاجه اسمها الدروبلت ترانسميشن. الدروبلت ترانسميشن اللي هو بينتقل عن طريق الرذاذ، زي مثلا السنيزنج، مثلا العطس والكلام ده. فانا لما اعطس مثلا في وش واحد، الدروبلت اللي بتخرج ديت بتكون حامله للعدوى، فدي بيسموها ايه؟ دروبلت ترانسميشن. بقول لك ان اللارج بارتكلز بتقدر تسافر كام، او يعني تمشي فتره قد ايه، يعني
تاخد مسافه قد ايه؟ 3 فيت. الحته دي بتيجي في الامتحان 3 فيت مسافه، اللي هي بيقول لك ايه 3 قدم، يعني 3 قدم تاخد ايه 3 فيت، اللي هي اللارج بارتكل. خلاص قلت لك في حاجه اسمها الايربورن، الايربورن اللي هي بتبقى معلقه في الهواء، زي اللي هو ايه مرض مشهور جدا اللي هو التبركلوزز، بيكون معلق في الهواء. يعني مثلا لو فضلت معلقه في الهواء وانت مثلا استنشقتها ممكن تفضل معلقه ايوه في الهواء. يعني مثلا ممكن واحد مثلا مثلا الشخص ده مثلا عنده ايه، عنده مثلا تي بي، ومثلا بينظف كده وقامت الرذاذ او خارج منه ومعلق كده مثلا الدست التراب والحاجات دي حملته، وانت ماشي اصلا في شارع تاني او ماشي في اي مكان استنشقت العدوى ديت فتنقل لك تي بي. فانا بقول لك بتفضل اير بور معلقه في الهواء. في حاجه اسمها كومن فيكل ترانسميشن، الكومن فيكل ترانسميشن قلت لك بتتنقل عن طريق ايه فيكل، كلمه فيكل جايه من كلمه وسيله او مركبه، مثلا زي قلت لك الاكل مثلا البلد الحاجات من دي. عدوى مشهوره جدا اللي هي عدوى يعني العدوى يعني بقول لك ايه، لا ديت اللي هي خاصه بالفيكتور. تمام عرفنا يعني ايه فيكل، قلت لك ان الفيكل دي حاجه تنقلها مثلا زي ما قلت لك بلاد اكل كده حاجه تنقل العدوى. رقم 5 فيكتور ترانسميشن، ببساطه خالص يعني ايه فيكتور ترانسميشن، عن طريق الانسكتس، اللي هي ايه الانسكتس اللي هي الحشرات، مشهوره جدا جدا اللي هي بتاعت الملاريا مشهوره جدا. طيب يبقى احنا كده دلوقتي خلصنا عموما اللي هي الانفكشن سايكل، عرفنا الانفكشن سايكل بتتكون من كام؟ بتتكون من 6 كومبوننت، عرفنا كل حاجه عنهم. خلاص خليها بقى على جنب كده، بتبقى في دماغك كده واحفظها. نروح بقى لحته تانيه كده، لو احنا خلصنا ايه الانفكشن سايكل، عرفنا كل حاجه في الانفكشن سايكل، عرفنا يعني ايه ايجنت، يعني ايه بورتال اوف انتري، يعني ايه بورتال اوف اكزيت، يعني ايه مود اوف ترانسميشن، يعني كل الكلام ده احنا اكيد فهمناه. نروح بقى على حته مهمه جدا، بقول لك ان الموست انفكشوس ديزيز دي في 5 ستيجز، يعني العدوى ديت يعني ايه بتاخد ايه 5 ستيجز، 5 مراحل، 5 ايه مراحل. طيب انا بقول لك ايه الانفكشوس ديزيز كام مرحله؟ 5 مراحل مهمين جدا جدا. اول حاجه اللي هي انكوبيشن بيريود، يعني ايه انكوبيشن بيريود؟ اللي هي فتره الحضانه. طيب يعني ايه فتره الحضانه؟ بقول لك هي الفتره من اول ما المرض يدخل عندي لغايه ما الاعراض تظهر، دي اسمها ايه؟ اسمها الانكوبيشن بيريود. تمام سهله جدا جدا، واكيد انت سمعت عنها في فتره كورونا. خلاص دي اول حاجه اللي هي انكوبيشن بيريود. تاني حاجه اسمها برودرومال بيريود، ايوه ركز، قلنا انكوبيشن بيريود بعد كده برودرومال بيريود، بعد البرودرومال في حاجه اسمها اكيوت. تعالوا بقى نربط البرودرومال بالاكيوت لان هما الاثنين شبه بعض كده وبيلخبطوا. ناخد البرودرومال، بقول لك ان البرودرومال هي الفتره بتوين، هي الفتره بين نهايه ايه نهايه الانكوبيشن، احنا دلوقتي ايه خلصنا الانكوبيشن رايحين للبرودرومال، يبقى هي الفتره بتوين نهايه الانكوبيشن لايه لغايه ما خصائص المرض تظهر، بتبدا كده المرض تظهر بس ما بتكونش واضحه زي الاكيوت اللي لسه هتكلمك عليه. هنا بتبقى تبدا الخصائص تظهر بس ايه مش زي الاكيوت. تعالوا بقى كده نروح للاكيوت، في الاكيوت بقى اللي هي المرحله الثالثه بتبدا يحصل مالتيبليكيشن، يبدا يحصل بيقول لك بيك، بتوصل للبيك القمه بقى، يعني ايه يعني الاقصى حاجه بقى ان المرض اعراضه تظهر، درجه الحراره مثلا ترتفع نتيجه ان الجهاز المناعي بيتفاعل مع العدوى ديت. فهنا بقى يقول لك كده في الكتاب كلمه جميله قوي، بيقول لك يحصل رابيد مالتيبليكيشن اهو اند بيك ات از اب، بتبقى بيك بتوصل للقمه بقى، قمه ايه المرض يعني الاعراض تظهر وكده. رقم 4 الديكلاين، يبدا ان الساين وسيمتومز الاعراض والعلامات تبدا تقل. اللي بعدها حاجه اسمها كونفالسنس بيريود، اللي هي فتره بيسموها كده اللي هي فتره ايه النقاهه، يعني ايه بيقول لك ان هي الوقت اللي هو بتاع ايه ان الهوست العائل ده العائل ريكفري جرادوال، يبقى الشخص يبدا بقى ايه يتحسن جرادوال كده تدريجيا ويرجع للبيز لاين بتاعه. تمام تمام دمت اللي هم الانفكشنس ديزيز بتتكون من 5 ستيجز. طيب احنا كده الكلام جميل ومفهوم، طيب احنا عايزين نقطع العدوى دي، نقطعها ازاي؟ بص لو جيت كده بالمقص وقطعت اي خطوه من السلسله اللي احنا بنتكلم عليها دي العدوى مش هتكمل، العدوى عشان تكمل لازم السلسله دي ايه تبقى مع بعضها كده. طب انا عايز اقطعها اعمل ايه؟ اغسل ايدي بالميه والصابون، اهتم بالهاند هايجين. طب الهاند هايجين كلنا عارفين ان الهاند هايجين ده اما روتين هاند هايجين او اما سيرجيكال هاند هايجين او اما اللي هو يقول لك هايجينيك هاند هايجين. روتين هاند هايجين اللي هو المشهور جدا اللي بيقولوا عليه اصلا سوشيال هاند هايجين، ان انا بغسل ايدي بالميه والصابون. طيب الهايجينيك هاند هايجين، الهايجينيك هاند هايجين هنا بستخدم انتيسيبتيك سوليوشن. طيب السيرجيكال،
السيرجيكال ده اللي هو بيبقى في العمليات، يعني طب المده بتبقى قد ايه؟ لان الحكه دي مهمه، بتبقى دقيقتين كل ايد، يعني بتبقى دقيقه. تمام. الحكه دي مهمه جدا جدا يا شباب، اكيد اكيد الموضوع كده مفهوم، انا ببسط لك اكيد الحاجه كده، ايه وصل لك ان شاء الله. في بقى عندي حاجه في المحاضره دي اسمها ستاندرد بروكوشن، ممكن تكلك كده تعريف يعني ايه ستاندرد بروكوشن؟ انا عايزك بقى تفهم كده. بقول لك ان هي الستاندرد بروكوشن ديت ار ديزاين، صممت علشان تقلل الريسك بتاع الترانسميشن بتاع المايكرو اورجانيزم. يعني شوف ستاندرد بروكوشن، بروكوشن هي احتياطات، او احنا بروكوشن احتياط احنا بنعملها علشان نقلل الريسك، اهو مصممه عشان تقلل الريسك بتاع ايه؟ انتقال العدوى. خلاص ممكن تجي تعرف يعني ايه ستاندرد بروكوشن؟ هي مصممه علشان تقلل انتقال المايكرو اورجانيزم. خلاص بسيطه جدا واتفهمت ان شاء الله. يعني انا بس بقول لك شويه تعريفات كده بس، ممكن تجي لك في الامتحان ولا حاجه تبقى عارف. نروح لحته بقى مهمه اسمها ايه؟ بص هو بس الحاجات اللي احنا اللي جايه دي مهمه، بتيجي في الام سي كيو، يعني المحاضره تلاقي فيها كلام كتير يتكلمك عن الجلافزات. انا لسه هشرح الجلافزات، احنا خدنا الجلافزات دي من سنه اولى في ماده اساسيات تمريض يعني. وخلي بالك يعني لو واحد بيسمع الفيديو من سنه اولى، المحاضره ديت عنده في سنه اولى في ماده اساسيات، وكمان لما تاخد ماده تمريض صحه المجتمع هتلاقيها فيها، المحاضره دي مشهوره جدا جدا. طيب اللي بقى الكلام اللي عندك، لو جيت تفتح اي مرجع كده او اي كتاب معاك، يتكلمك بقى عن البي بي اي اللي هي البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، يتكلمك عن الهاند ووشنج، ازاي بنغسل ايدينا، البي بي اي عباره عن ايه، والكلام ده كلام كله الناس عارفاه او اي حد في المجال عارفه. تعالوا بقى ناخد بقى الحاجات المهمه اللي بتيجي في الامتحان. في حاجه اسمها الويست، طيب الويست اللي بتبقى عندي في المستشفى اللي هي النفايات، قال لك احنا مقسمينهم نوعين، نون ميديكال ويست وميديكال ويست. طيب من اسمها نون ميديكال هتبقى ايه؟ نون هازاردز، مش هتبقى خطره زي الميديكال. طيب احنا كده دلوقتي خلصنا ان الميديكال اللي هي تبقى نون هازاردز، تعال بقى نروح بقى للميديكال. الميديكال ويست اللي هي تبقى ايه؟ الهازاردز. طيب قال لك اول حاجه انفكشوس ويست، انفكشوس ويست اللي هي مشهور جدا جدا، بيقول لك انفكشوس عدوى ايه؟ منفكشن معديه. طيب ويست يبقى نفايات معديه، زي ايه كده؟ زي البلاد. ايوه البلاد ده معدي جدا، يعني مثلا انت لمست بلاد او بلاد من شخص تاني دخل جسمك معدي، فده قال لك اول نوع اللي هو ايه؟ انفكشوس ويست. طيب كمان حاجه اسمها اناتوميك ويست، اناتوميك ويست من اسمها اناتوميك، حاجه تبقى خاصه بالاناتومي، زي مثلا البلاسينتا بعد ما يحصل دليفري، البلاسينتا لما بتخرج مش بيتخلصوا منها، ايوه فدي اسمها ايه؟ اناتوميك ويست. طيب في عندي حاجه اسمها شارب ويست، مشهوره جدا، شارب حد من اسمها، زي مثلا المشارط، النيدلز، البليدز، المشارط والكلام والنيدلز والحاجات دي، ايه حاجات حاده يعني من اسمها. في كيميكال ويست من اسمها كمان، هتبقى حاجه كيميكال خاصه باللابوراتوري كيميكالز، خاصه بالحاجات الكيميكال. تبقى عندي حاجه اسمها فارماكوسيوتيكال ويست، ما تتلخبطش بين الكيميكال والفارماكوسيوتيكال. الفارماكوسيوتيكال ده خاصه بايه؟ خاصه بالميديكيشن، خاصه مثلا الدواء ده حصل له مثلا اكسباير ديت، حصل له اكسبيريشن وكده. وفي عندي حاجه اسمها راديو اكتيف ماتيريال، راديو اكتيف من اسمها في حاجه خاصه بالراديو، مثلا راديو سيرابي، اشعاع وكده. جينيتو توكسيك ويست، حاجات بتبقى ايه؟ ركز كده، هايلي هازاردس، حاجه جينيتو توكسيك، حاجه ايه؟ هايلي هازاردس. خلاص؟ طيب طب احنا ازاي بقى في ستيبس كده عشان نتحكم في الويست دي؟ الويست لما بتبقى عندي في المستشفى، مش انا في الاول كده هكلمك من بدري خالص، مش انا في الاول بيبقى في يعني بتتفرز بالبلدي، بتتفرز كده وبعد كده بنجمعها، وبعد ما بنجمعها بننقلها، وبعد ما بننقلها بتتخزن لغايه ما تتعالج بس، وتتخزن في مكان بعيد، والكلام ده كلنا عارفينه، وازاي تتخزن يكون المكان فيه تهويه كويسه، ما يكونش مغلق، يكون بعيد اصلا يعني في مكان بعيد كده عن المستشفى، مش في مكان يعني الناس ماشيه فيه وكده. فاهمين يا شباب الحته دي مهمه؟ يبقى ازاي في عندي ستيبس بتاعه المانجمنت في الهوسبيتال ويست، حاجه اسمها ايه؟ سيجريشن وسيبريشن، لو قلت لك يعني نفصلها كده ونعزلها كده، وبعد كده نجمعها، وبعد كده ننقلها، نخزنها وتتعالج، وفي الاخر يحصل لها ديسبوز بس. بسيطه يعني بالعقل كده، لو انت خدت بالك عند حاجه مثلا اهو، اعمل ايه؟ هفرز الاول، بعد كده ايه؟ هجمعها، وبعد كده انقلها للمكان، تتخزن لغايه ما تتعالج بس. طيب الحته دي مهمه. تمام. ما عادش في حاجه، ده هنا بتكلمك بقى على الريسبيراتور هايجين وكف اتيكيت. يعني ايه ريسبيراتور هايجين؟ يعني مثلا لما اجي مثلا اعطس او اكح، فيها تكنيك يعني مثلا ازاي ما تعطس مثلا في وش التاني، ازاي تستخدم الكف اتيكيت والكلام ده، دي حاجات بروكوشن كده بتتعمل. يعني مثلا اقول لك ايه؟ غطي بق فمك يعني وانفك لما تيجي تعطس بمنديل مثلا، دي ريسبيراتور هايجين، ده كف اتيكيت يعني من اسمه.
بس دي محاضرة الانفكشن بريفنشن اند كنترول، انا وضحت لك فيها كل حاجة، يعني لو واحد سمع الفيديو وركز كده في الكلام مش هيحتاج يذاكر تاني، سهلت لك الدنيا. يا رب الموضوع يكون اتفهم. مش اوصيكم لايك على الفيديو، كومنت جميل، وانزل اشترك في القناة وفعل الجرس علشان اول واحد تشوف الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.